لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن مقتل تيك توكر شهيرة في ظروف غامضة بالمغرب داخل قصر برلماني سابق. وقال النشطون أن جثة التيك توكر ملاك خديجة المعروفة باسم ملاك لوكا وجدت داخل منزل فاخر لأحد أثرياء مدينة بني ميلال، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مالك القصر سبق وكان سياسيا معروف في المغرب وأن الضحية كانت مدعوة لسهرة عنده. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة والدة الضحية وهي تبكي بحرقة ابنتها المغدورة في ريعان شبابها بعدما خرجت من المنزل بطريقة عادية لا شبهة فيها وبدون أي لمسات جمالية، ما يعني حسبها أنها استدرجت لحتفها ولم تكن مدعوة لأي احتفال. وقالت الوالدة التي عثرت على ابنتها مقتولة إلى جانب فتاتين أخريتين أن ملاك خرجت على أساس الذهاب لحفلة عيد ميلاد وتم خنقها وضربها، مؤكدة على أنه لا شيء ينقصها حتى تحترف الفساد. ولا تزال التحقيقات جارية بخصوص الجريمة التي هزت المغرب، حيث لم تتوصل الجهات الأمنية لتحديد أسباب الوفاة ودوافعها. وسط انتشار واسع للشائعات بشأن أخلاق الضحية والحكم بممارستها للفساد بناء على ما تنشره عبر حسابها على تيك توك، ورجح نشطاء أن تكون الوفاة ناجمة عن تناول جرعة زائدة من المخدرات، ولكن والدة الضحية نفت في تصريحات خاصة ذلك وأكدت على أن ابنتها قتلت. وقرر وكيل الملك الثلاثاء وضع السياسي والبرلمان المغربي السابق وفتاتين رهن الإقامة الجبرية بولاية أمن بني ملال للاستماع إليهم في ظروف وملابسات وفاة المؤثرة. وأعلنت السلطات الأمنية بولاية أمن بني ملال عن توقيف برلماني سابق ينتمي لحزب الحركة الشعبية بعد وفاة التيك توكر في ظروف غامضة داخل فيلاته. ووفقا لمصادر مطلعة تم توقيف البرلماني إلى جانب الفتاتين التي وجدت ميتة داخل الفيلا المذكورة، وقد تم تمديد فترة الحراسة النظرية للموقوفين الثلاثة إلى 72 ساعة لتعميق البحث والتحقيق في الملابسات المحيطة بالحادث. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحادث وقع خلال حفل عيد ميلاد حضره عدد من الأشخاص بينهم البرلمان السابق وفتيات، وانتهى بمسرع إحدى الفتيات في مكان الحفل. بعض المعلومات المتداولة تشير أن سبب الوفاة جرعة زائدة من المخدرات، في حين ذكرت الوالدة كلام غير هذا أن ابنتها تحمل آثار خنق وتعنيف. ويجري حاليا استجواب جميع الحاضرين في الحفل بما في ذلك البرلماني والفتاتين الموقوفتين لمعرفة ما إذا كانت هناك أي مسؤولية جنائية أو إهمال أدى إلى وفاة الشابة. وقد أثارت هذه الحادثة جدلا واسعا في المغرب تحديدا بني ميلال والمناطق المجاورة، حيث يترقب الرأي العام بفارغ الصبر نتائج التحقيقات التي ستكشف المزيد من التفاصيل حول ما حدث داخل الفيلا. ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات خلال الأيام القادمة عن المزيد من الحقائق وتحديد المسؤوليات والعقوبات المناسبة إذا ثبتت أي تهم جنائية على المتورطين. القصة كاملة لمقتل التيك توكر ملاك المغربية بدأت عندما أقام البرلماني عبد العزيز الشريبي حفل خاص برفقة فتاتين داخل الفيلا التي يملكها، وقد أمضوا الليلة كاملة. وفي الصباح اليوم التالي تم العثور على الفتاة ملاك خديجة ميتة، حيث أكدت المصادر أن التيك توكر المغربية ملاك لوكا توفيت حوالي الساعة 4 صباحا يوم الأحد الموافق 21 يوليو 2024، بينما أم ملاك توضح أن ابنتها أخبرتها أنها ستذهب إلى حفل عيد ميلاد رفقة بعض صديقاتها، مشيرة إلى أنه بعد فترة اتصلت على جوال ابنتها ولكنها لم ترد. ثم أوضحت والدة التيك توكر المغربية ملاك بقولها أنها تلقت اتصالا من صديقة ابنتها
التي أخبرتها بأنها مغمى عليها في الفيلا المذكورة لتجد ابنتها جثة هامدة وعليها آثار العنف. وتابعت الأم المنهارة: وجدت ابنتي مقتولة وتوجد آثار خنق حول عنقها وآثار كدمات في العين، كما وجدت فتاتين تجلسان بجوار الجثة. وعلقت والدة التيك توكر المغربية التي توفيت في ظروف غامضة داخل قصر يعود للملياردير والبرلمان السابق عبد العزيز الشرايبي، مشيرة إلى أن ابنتها قتلت عمد. وقالت والدة الفتاة المتوفية وهي تبكي وفي حالة انهيار أن ابنتها أخبرتها أنها ستذهب إلى حفل عيد ميلاد رفقة بعض صديقاتها، مشيرة إلى أنه بعد فترة اتصلت على جوال ابنتها ولكنها لم ترد. ولفتت إلى أنها تحدثت مع إحدى صديقات ابنتها وعلمت منها المكان الذي ذهبت إليه، وعندما وصلت إلى المكان وجدته عبارة عن فيلا قصر كبير، وبمجرد دخولها وجدت ابنتها ممددة على الأرض جثة هامدة. وتابعت الأم وهي تبكي وفي حالة انهيار: وجدت ابنتي مقتولة وتوجد آثار خنق حول عنقها وآثار كدمات في العين، كما وجدت فتاتان تجلسان بجوار الجثة. لافتة إلى أن صاحب القصر طلب منها عدم الصراخ والبكاء، ونفت ما تردد على موقع التواصل بأن ابنتها توفيت نتيجة تناول جرعة زائدة من المخدرات، مؤكدة أن ابنتها تعرضت للاعتداء والتعنيف والقتل العمد، وتم التحفظ على الجثة لتشريحها لتحديد سبب الوفاة. وأوضع البرلماني ورئيس جماعة السابق عن حزب الحركة الشعبية عبد العزيز الشرايبي السجل المحلي ببني ملال بتهم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في قضية وفاة التيك توكر ملاك. وعلم من مصادر مطلعة أن البرلماني السابق عرض يوم الأربعاء في حالة اعتقال على وكيل الملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، والذي قرر إيداع المتهم الرئيسي السجن بتهمة الاتجار بالبشر عن طريق الاستغلال الجنسي الناتج عنه وفاة وهتك العرض بالعنف والمشاركة فيه والفساد والمخدرات وتسهيل استعمالها على الغير وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر ومسك المخدرات الصلبة. وبالنسبة للمتهمين فقد توبعت بتهم هتك العرض بالعنف والمشاركة في ذلك والشذوذ الجنسي وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر ومسك المخدرات القوية. وألقت الشرطة القبض على البرلمان السابق عن حزب الصنبولة رفقة فتاتين بعد سهرة بفيلا خاصة به ضواحي بني ملال، انتهت بوفاة التيك توكر خديجة الملقبة بملاك المشهورة ببني ملال. وسنبقى معكم لمتابعة الحقيقة في فيديوهاتنا اللاحقة. وبكده يا جماعة نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو، شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.